ازيك يا نونا؟ نونا نونا حبيبتي. ازيك يا حبيبتي؟ انت عامله ايه؟ كويسه؟ كويسه الحمد لله. طب الحمد لله. بابي جوه؟ ايوه مستنيكي. ادخل. اهلا يا حبيبي. اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. ايه؟ لازم يعني ابعت لك علشان تيجي تزوريني؟ لا والله بس مشغوله مع حبيبه قوي، وانت عارف مشوار المهندسين ده بقى كتير عليا. عامله ايه معالي؟ كويس. انا خليت مدام ناديه تطلبك لان كنت عايز اتكلم معاكي في موضوع مهم. موضوع ايه؟ انت اكتر من مره طلبت مني انك تطلعي على ملف القضيه بتاع المرحوم والدك وانا كنت بتهرب. بس انا ما قلتش كده، ما قلتش انك بتتهرب. بس انا كنت بتهرب فعلا، ودي اللي بعترف لك. انا يمكن ما كنتش عايزك تطلعي على ملف القضيه في الوقت ده لان كنت مستني فرصه تانيه قريبه علشان تطلعي في الملف. قولي فرصه قريب، ما تقولي دلوقتي. ما تستعجليش، أنا جايلك في الكلام. أنا عندي هنا مخزن بحتفظ فيه بملفات القضايا المهمة، لأن أحيانا برجع لقضية منهم أراجع حيثيات حكم في قضية مشابهة أو حاجة زي كده. يعني المخزن ده في حد دخل وسرق منه بعض الملفات، ولحسن الحظ إن أنا بحتفظ بملفات القضايا المهمة عندي هنا، وده طبعا واحد منهم. المرة دي حصل خير، المرة الجاية محدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. الملف معاك اهو، يمكن لما تقريه ترتاحي، ولو اني ما كنتش احب ان ده يحصل، لكن اقريه هتعرفي منه حاجات كتير، ومش هتحتاج ان علي يقراهولك علشان يوضح لك اللي فيه. وان كنت بفضل انه بلاش علي ياخد فكرة. دينا كنت فين يا حبيبتي؟ كنت عند بابي. وقبل كده؟ قبل كده ايه؟ ايه ده؟ ايه؟ انا عايزك قبل ما تحاولي تلفي وتدوري او تحاولي تكذبي فكري كويس قوي في مستقبل بنتك واللي ممكن يحصل فيه لو انا فقدت اعصابي. هو في ايه؟ انت جبت الورقه دي من شنطتي؟ ايوه جبتها من شنطتك. طب وايه اللي مضايقك قوي كده؟ ما هو ده العنوان اللي كان مكتوب على الظرف اللي جالك. كبالي عادي يعني، كنت عايز اعرف الظرف ده فيه ايه. حب استطلاع يعني. بقول لك يا دينا، انت شايفه انك كنت تستاهلي واحد احسن مني؟ نعم. ايه اللي انت بتقوله ده؟ معلش انا اسف، سالت سؤال وانا عارف الاجابه بتاعته. انت شايفه انك كنت تستاهلي واحد احسن مني. تعالي اقعدي، تعالي
الحقيقه بقى اللي انت مش عارفاها ان انا اكتر بكتير قوي من اللي انت تستاهليه. ايوه انا احسن منك بكتير قوي، وده مش عشان اللي انت عملتيه النهارده او بتعمليه دلوقتي واللي لسه هعرف تفاصيله ووصل لحد فين، لا انا بتكلم في المطلق في الظروف الطبيعيه. يعني انا بجد مستواي اعلى من مستواك بكتير قوي. جايز انا جاي من عيله تبان انها ابسط منكو، جايز احنا من الزيتون وانتم من مصر الجديده، بس انا مش عايزك تنسي نفسك، مش عايزك تنسي ان يوم ما جيت وتقدمت لك كان ممكن اختار اي واحده في العالم، بس للاسف اخترتك انتي. اخترت واحده متدمره، واحده خارجه من علاقه فاشله معقده وبتحاول تطلع كلكاها عليا طول الوقت وفاكراني مش فاهم، واحده ما كانش في اي حد في الدنيا ممكن يبص لها غير واحد مستني تسليه او صيده. عادي ما تهدش كل البيت. اهد براحتي يا حبيبتي، لان انا لوحدي اللي بنيته. كان كل دورك في العلاقة دي ان انت بتحطي عقبات وبس، عمري ما عملتلك اي حاجة وحسستيني انك مبسوطة بيها او حتى راضية، بالعكس طول عمرك بتحسسيني ان انت جاية على نفسك ومتنازلة قوي عشان تقبلي اللي انا بعملهولك، مع ان اي حاجة اصلا كتير عليكي. لا والله، لا لو كده بقى متشكرة قوي، يعني انا مش عارفة ارد عليك اقولك ايه. الله يكون في عونك، انا اسفة. لا اسفة على ايه؟ ده انت ضحية مظلومة يا عيني. أنا اللي آسف. آسف لأنك جاية من بيت مفكك وأنا لأ. آسف لأن أمك الله يرحمها اتجوزت بعد ما أبوكي مات. آسف لأن أبوكي مات بفضيحة. وأنا أبويا مات راجل شريف. آسف لأن الراجل الوحيد اللي أنت حبيتيه حلق لك وإداكي بالجزمة ورماكي في الزبالة. وأنت عيني ما قدرتيش تيجي على نفسك وتتنازلي وتحفظي اسمي وسمعتي وشرفي. لسه بتقابلي لحد دلوقتي. اتأسف لك على دي كمان؟ والله تبقى حلو. دينا انا اسف انك لسه بتقابلي حسام لغايه دلوقتي. واسف انك كنت لسه معايا النهارده. انت مش فاهم حاجه. فاهمين؟ مش فاهم فاهمين؟ انتهي. انا هحكي لك على كل حاجه، انا فعلا كنت غلطانه لما ما حكيتلكش، بس اعرف حاجه يا علي، ان انا لو حكيت مش عايزه اشوف وشك تاني. أنا أبويا مات بفضيحة فعلا، بس أنا كنت متأكدة إنه مظلوم، وكنت متأكدة إن المحامي كان قاصد يسجنه عشان يموته بحسرته، واتأكدت من ده لما أمي اتجوزت المحامي بعد 4 شهور من موته. المحامي ده هو ياسين اللي كان المفروض يدافع عن صاحب عمره، كنت متأكدة إن هو اللي موته عشان طمعان في مراته. كنت دايما بقول له عايزه اشوف الملف وريني التحقيقات، كان بيتهرب مني وما كانش عايز يوريني حاجه. ومن اسبوع جالي صلاح فياض المحامي وقال لي انه ممكن يجيب لي الملف ده، وافقته وصدقته بس ما عرفش يجيب حاجه. اضطريت اقابل حسام. انت طبعا عارف ابويا مات ليه. مات بعد قضيه الرشوه اللي المفروض انه اخدها من طالب عشان يشتري منه امتحان. حسام كان الطالب ده، وانا لما قابلته النهارده قال لي ان ابويا بريء وان حكايه الرشوه دي غلط. وبعدين ياسين كلمني واداني الملف لما عرف ان انا اللي كنت عايزه اخده من المكتب. على فكرة أنا اللي سبت حسين مش هو اللي سابني، لأن أنا ما كانش ينفع أكمل معاه بعد اللي حصل. مبروك، أبويا ما طلعش بريء ولا حاجة، وطلع فعلا مات مرتش، وحسين كان أصلا خاطبني عشان خاطر ياخد الامتحان من أبويا. دي حاجة مهمة جدا ما تنساش تبقى تزلني بيها بعد كده.